السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا في أحسن حال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم كسكسو مغربي بالدجاج وسبع خضاري. كيجي لذيذ بطريقة مبسطة وسهلة وطريقة جد ناجحة. إذا نبدأ على بركة الله. كنحتاجو خضرة مشكلة كيف ما كتشاهدوا معايا، في البرمة وضعت الدجاج والحمص والتوابل اللي هي الملحة والبزار الخرقوم سكينجبير قزبر يابس، وعندي نص كاس ديال الزيت مخلطة من بين زيت رومية وزيت بلدية. كنخليهم تيتشحروا مزيان وكنضيف البصلة اللي مقطعه كشرائح، كنخليها تتقلى مزيان مع الدجاج والحمص. من بعد كنروي وكنضيف خز ولفت اللي كيهزو الطياب. بالنسبه للسميده هنا استعملت تقريبا كيلو الا ربع ديال السميده غليظه ديال الكسكسو اللي كتجي بنينه ولذيذه في الكسكسو. صراحه هي كتعجبني وكنفضلها على الكسكسو اللي كيتباع جاهز. المهم كناخذها وكنفتلها بشويه ديال الماء، ومن بعد كندهنها هكايا بزويته، ومن بعد كنديرها تفور التفويره الاولى. كيف ما كتشاهدوا معايا كنحاول ندهنها مزيان، ندخل فيها ديك الزويته اللي دهنتها بها، وكناخذ الكسكاس ديالي وكنوضع فيه السميده وكنردها تفور التفويره الاولى. نوصل تاني من هنا بلا تكون فاهمين، كناخدو هاد المسك ديالنا وكنديرو هاد الكرنبة وكنحطو الكسكسو ونخليوه الفرن. إذا من بعد ما فرنا الطعام ديالنا مزيان وطلع كنحيدو. إذا هادي هي التفويرة الأولى ديال الكسكسو ديالنا. من بعد ما تفور مزيان كنحيدو الكسكاس وكنوضعو الكسكسو في قصرية وكنرشوه بشوية الماء وهو سخون، وكنحاول ندخلو داك الماء حتى يتشرب من الكسكسو مزيان. هنا استعملت تقريبا نص كيسان ديال الماء، سنبردوه مزيان وندخلو فيه داك الماء يتشرب مزيان بهاد الطريقة هادي. كنخليو الكسكسو ديالنا يتشرب ديك الميه اللي درنا فيه وكنرجعو للبرمه ديالنا. كنرجعو للبرمه ديالنا وكنضيفو باقي الخضر اللي عندنا. الخضره كنرجعو كسكسو. هنا من بعد ما فرنا الفورة الثانية كنردوه للقصرية وكنسقيوه بالماء
وكنضيفوا ليه الملحه وكنشربوه الماء مزيان ونخليه يبرد. فالتفويره الثالثه كنرجعوا للبرمه ديالنا كنضيفوا ليها اخر الخضر اللي كاينين هما القرعه الحمراء والخرجيت او القرعه الخضراء صغيره باش ما كيهزوش طياب بزاف فكنخليهم الماء من بعد ما برد لنا الكسكسو ديالنا مزيان وتشرب كاع داك الماء اللي درنا ليه نردو يفور تفويره ثالثه ومن بعد ما كيفورنا الكسكسو ديالنا التفويره الثالثه والاخيره كنقدموه بالصحه والراحه. نتمنى فيديو اليومين الاعجاب ديالكم والى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا على المتابعه.